السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم راني جبتكم غوسيت نتاع خبز تورتيلا، وراني بارطاجيت معكم كيفاش استعملتها هنا الحشايا. بون تاكوس ولا لي ساندويتش كيما تبغوا نتوما سموهم، ليسونسيال جاوا بنين وشابين. نجمو ميم هاد لا غوسيت ندسوها رمضان اللي عندها صار يصومو، كشغل تكوراجيهم بهاد لي ساندويتش. انا بيرسونيلمون كبيره نبغي هاد الحفايس في رمضان، مي كاين اللي ما يبغيش كي من هكا، يديرهم للصغار مع الحريره وكاع يتاكلوا وشابين وساهلين وخفاف. نجمو ميم هذاك الخبز تاع التورتيلا كشغل نصنعو منه كونتيتي وندسوه في كونجيلاتور يبقى لنا هو. الوغ نروحو نشوفو لي زانغيدون نحرمو ريسيبيون تاعنا. نبداو بالخبز تاع التورتيلا، نديرو فيها تلت كيسان نتاع الفارينة، الكاس انا يفدي 220 مليلتر. بون هنا لاباز راهي لاغوسيت تاع الخبز تاع التورتيلا، مي الصوالح الاخرين كل واحد باش يبغي يعمرها، كل واحد باش يبغي يديرها. الوغ تلت كيسان تاع فارينة، مغرف كبيرة نتاع ليون بودغ الحليب غبرة، ومغرف نتاع سكر، ونزيدو عليها نص مغرف تاع ملح على حساب الذوق، ونديرو مغرف نتاع خل. اللي ما عندهاش خل دير ليم، مي جينيرالمون قاعد نخل في الدار على السلطه. الوغ نديرو مغرف كبير نتاع خل وزوج مغارف كبار نتاع زيت. ونبداو نخلطو بالحليب يكون دافي. بون انا الحليب تاعي كان برا ما كانش فريجيدار، الوغ بلا ما حميته كان كشغل الدار كانت عندي حاميه، هو كان الحليب كان دافي، بديت نلم في لاباط ديريكتومون بلا ما ندفيه. سينو اذا خرجت الحليب في الجدار ديالك دفوه شويه وديروه. هذا الخبز كما شفتوا مكونات جد بسيطه، تقطع لنا كميه كبيره وسهل اقتصادي. ميم كي نشروهم برا يجينا غالي على اللي نديروه، سورتو اللي عنده صغار بزاف وكاع. الوغ نديروه خير، نجمو ميم ندوبلو لي زانغيديون ونديروه باسكو ساهل وفي 5 مينوت يوجد كشغل ما نقارعو لا شي يخمر ولا تمتم. وهنا تبغي اللي تبغي تزيد معاه رشه تاع لا لوفور شيميك، انا زدتها هنايا مي مي كنت فيلمي ما بانتش. ونغطوها ونخلوها تريح واحد 10 مينوت، 10 مينوت حتى ربع ساعه لو طون اللي نلمو الصوالح نملهيها. ونجو نولو لهاد لاباط ماكسيموم ربع ساعه. نجو هنا نقسموها، هنا كل واحد كيفاش باغي الخبز تاعه، كاين اللي باغيه كبير كاين اللي باغيه صغير، كل واحد كيفاش. انا بو انا درتهم كبار تجيك حتى ال شغل لاش حبات. انا قلت لكم درتهم كبار 10 8 9 الا زدتو زعما كبرتوهم 8. بون كل واحد كيما قلت لكم والحجم اللي راه باغيه، نجمو نصغروهم بون. انا من بعد راني كشغل نقص منهم شويه شويه، سي بور سا درت 10. بصح ماكسيموم 10 صافي، الا صغرناهم بزاف اللي غادي تخرج لنا شحال من حبه. الوغ نغطوهم وخلوهم يريحوا واحد 5 مينوت ونبقاو هنا نحلو في لاباط تاعنا. بون انا هنا ما كنت محبسه البورطاب تاعي، ما كنتش نفيلمي، تحس بروحي راني نفيلمي، راح نقلع لي شحال مقطع. مي بون نقدو الحبه تاعنا ونحلوها غير هاك بيدينا، نديرو فرينه من تحت وفرينه من الفوق ونبقاو نحلو في لاباط. بون غادي نوريكم لي طيبتهم افون، هاهم على شغل نطيب وندير هنا ديريكتومون. دوك نوريكم كيفاش طيبتهم، هاك شغل حليت لاباط قدامكم ودوك وريتكم كيفاش ندير. ندير حبه فوق حبه، نغطيهم بالسربيته ونزيد الساشي. بون هاي لاباط تاعي تجينا خفيفه، نرقوها نرقوها كيما راكم تشوفوا رقيقه، ما نخلوهاش غليظه رقيقه وبزاف كيما هكا. على حتى البلون دو طرافاي تاعي من تحت راه يبان شا عندي، الطاجين تاعنا يكون يحمى هاكو تشوفوا. مهم في الرفو تاعي يكون ساهل، بس نديرو الفرينه من تحت ومن الفوق ونديرو هنايا ما با دو سكوند ونقلبو، نقعدو غير نقلبو فيه ما نخلوش حتى
اكشولي يبسلنا من التحت. بون يدي هنا مطاشين بالدواء الحمر. اكوشتو ما با دو سكوند ونقلب حتى نشوفوا هذيك لاباط كشور قد ما تروحها ودارت لنا هكا ابان قاطي تاع دوغي بلي طابت كيما هذوك خبز طورتيلا اللي نشروه. دولة مين نحطوه بوين فون نعرفوا واحنا بلي انا قادين نرفدوه ونقلبوا ونقعدوا غير كي من هاك. انا هنا ما بغيتش نخوف معاكم لا فيديو بزاف باش تشوفوا بلي قاعد غير نقلب ونعاود. فوالا ميم طياب تاعه ساهل غير غادي يبان لكم. شغل مانيش مخفف الفيديو بزاف سي بوكسا غادي يبان لكم. نقعد غير نقلب ونعاود مي شغل نديرو عاد وين نطيبو وين نخدمو باش نبقاو نحلو ونقلبو في هاد الخبزة ورانا نحلو في هاديك. هاكو شتو دالي هاديك الفقاعات فوقا هاك بوليطات. بون دوك البوليطات هما لي غادي يولونا لا كولوغ دوغي. فوالا كيما قلت لكم هنا الطياب تاعه مين نكملو ديريكتومون نديروه في سربيته ونبلعوها ونبلعو الساشي. ابخي طيب بزاف رجع تاني كيما هاك نرفدوها نديروها فوقها ونبلعو سربيتها ونديرو الساشي باش كشغل لاباط طرادنا تولينا طريه تولي تلوط كيما الخبز كاع اللي نشروه. بون هنا صاي سي بون راني خدمتهم هنا كاع وريتكم غير حبه كيفاش طيبتها وراني درتهم هنا كيما راكو تشوفوا في السربيته. راكو شفتوا كيفاش جا يجي يتلوط غير واحد هاد الخبز. راكو شفتوا هذوك اللي كنت نقول لكم عليها تجي ابان دوغي. بون هنا كاين اللي تقول لي لا راه خضر وراه منا راه تبان هذيك هنا باسكو هذا الخبز توجور يا نبريسوه يا ندخلوه في الفوق كيما انا صحه هنا دخلتها في الفوق سينو نديروه في لابريس نبريسوه كيما الطاكوس. انا هنا دخلت كيما قلت لكم في بون نحكمو هنا حبه بصل نقطعوها بتيدي نديرو مورص تاع دهان نخلوه يتقلى ابخي نجيو هنا نديرو فيونداشي ولا بولياشي كيما نبو ولا اسكالوب دو دان ولا دو بولي نقطعوه بتيدي تاني يجي شباب. انا هنا درت بولي فيونداشي ودرت شويه حرور وشويه ثوم ابرا وشويه ملح ونديروهم يزيدوا يتقلوا مع هذاك البصل اللي قليناه. هنا درت شويه لي زيبيس تاع اللحم كان عندي وشويه نتاع جامبو سينو الملح. من بعد ما تقلدنا هذيك الكفته طابت نروحو حنا نوجدو هنا لاصوص نديرو مغرف كبيره نتاع دهان زوج مغارف نتاع فرينه ونديروها فوق النار حتى تذوب لنا كيما راكو تشوفو مغرف كبيره معمره تاع دهان ونزيدو الحليب قد كاس وربع هكا كاس ونص بلوتو حتى لزوج كيسان ما با باش يواصل زوج كيسان ونديرو الحرور ولا ساسافيندا. انا توجور نستعمل هذيك ساسافيندا الحاره فلفله حمرا حاره والملح. هنا مورص تاع فرماج تاني ما فيلميته شحال من الفيديو راح لي باسكو كنت ندير وبنتي كانت من هي كنت مخروده. المورص تاع فرماج يكون مورص شويه كبير تاع فرماج وهنا نحكمو قد كاس ماشي معمر تاع كريم فريش. هنا اختياريه نجمو ما نديروهاش مي انا زدتها هاد الكريم فريش غادي تزيد هذيك لاصوص تاعنا تولي بنينه. درتهم فوق النار وزدت هنايا شويه نتاع فرماج رابي ونديرهم فوق النار قد ما يذوب لنا هذاك الفرماج ولا لا كريم فريش كشغل طيب زوج غليات ولا ونطفو عليه وخلوها تبرد. بون هنا نحكمو هذيك لا كريم اللي درتها نحكمو هذاك الفيونداشي ونزيدو فوقه هذيك لا كريم توجور ونزيدو فوقه الفرماج رابي الا كان عندك ولي فريت انا كانوا عندي طيبتهم بليتو قلت لكم انا كانوا عندي الفرماج كان عندي رابيته واللي فريت طيبتهم قليتهم. هنا درتهم مدورين درت غير وحده مدوره مي من بعدها في لافون جو بريفير ندير الاخرى. هنا كان عندي شويه تاع صفار البيض هنا نجيبو بلا صفار البيض نديرو غير شويه فرينه وشويه ما ولصقوها من تحت مي انا كان عندي شويه صفار البيض لصقت بيه. هنا نديرو شويه هذيك صوص بلونش اللي درناها وكان عندي هنايا صوص طوماط
كنا طيبناها ولا شريناها. انا كانت عندي طيبه تاع البيتزا، كانت باغيت لي نديرو فيها شويه زعتر، صوص طوماط نورمال شويه زعتر، ونديروها من فوقها ونزيدو فرماج رابي ونكملوهم كيما هكا. راني قلبت هذيك لاصوص تاعي، درتها من تحتها ونزيد فوقها فيونداشي ولا بولياشي، تاني يجي شباب. بالبولياشي يجي بنين تاني. انا ما كانش عندي، كان عندي فيونداشي، ونزيدو هذيك لاصوص من الفوق ونزيدو الفرماج رابي ونزيدو البطاطا لي فريت ونبلعوه كيما راكو تشوفو كيما الطاكوس. فوالا، انا قلت لكم هنا كان عندي شويه صفار البيض، درت فيه شويه خل وبديت نلصق بهم من تحت. سينو نديروا شويه فرينه وشويه ماء، وتوجو من فوق مغرف نتاع هذيك صوص بلونش ومغرف نتاع صوص طوماط. ما هذيك صوص طوماط هي اللي تكون فيها الزعتر تجيب لينا. ونكملهم بو، انا هنا درتهم كاع قدامكم. وهذا الخبز نجمو نصنعو به، نصنعو منه كونتيتي كبيره، ولا الوقت اللي نكونو قاعدين وندسوه في الكونجيلاتور يبقى لنا هو. مي الحاجه اللي نقول لكم عليها، من نطيبوه ديريكتومون في السربيته يتبلع غايه، ونزيدو له دو ساشي ولا ساشي واحد، مي دو بريفيرونس دو ساشي، ونبلعو غايه يليق الهواء ما يدخلهش باش يقعد لنا. من الفوق اختياري، كان يبغي يزيد الجو حاره، كان يبغي يزيد الفلفله ولا الزيتون كمان باغا نزني درت هنا دوك، من بعد تشوفوه. الفرماج غابي من فوق اختياري، نجم نزوقوه كيما شويه فيوندا شي خضر ثاني يجي شباب. من فوق اختياري كيفاش نديرو، انا درت دوك تشوفوا كيفاش درت هذيك لاصوص، درت فوقها الفرماج وشويه كومونبير كان عندي غير شويه، وال شويه جويه حاره ما كانتش حاره بزاف راني درتها. ونبلعو كيما راكم تشوفو، ونسدفوهم كاع في البلا. راني درت توجو هاديك لاصوص، ونديرهم في الفوغ كيما راكم تشوفو. قلتلكم درت شويه كامونبيغ والفرماج غابي ولا جويه حاره ولا فلفله، نجمو نزيدو زيتهم كحال كيما نبغو، وندخلهم للفوغ. نشعل عليهم من تحت، من بعد ما تدي لاكولا هاديك دوغي نعاود نشعل عليهم من الفوق يتغراتينو كيما راكو تشوفو. هذاك فرماج يذوب، واللي عندها الفوق يشعل من الفوق ومن التحت، نشعلوه من الفوق ومن التحت خير، كي نشوفوه من تحت ولا انا دوغي. ومن الفوق هذاك تغراتين تاع داك قشور الفرماج داب ولا عطانا هاد لاكولور، نعرفو بلي هذاك الخبز اللي كانت فيه هذوك الدويرات يبانو ابان شويه ماشي طايبين بزاف راه طاب لنا هنا. واللي عندها لابليس بانيني ديرها، وما ديرش هذيك من فوق لاصوص، تبريسيه ديريكت ثاني تما هذيك لاباط هذيك الخبزات كامل طيابها. راني قسمت هنا الحبه قدامكم وشفتوه من تحت كيفاش جا. بون راه حامي، حليت لكم هنا غير بالخدمه باش تشوفوا من الداخل كيفاش يجي مشمخ ويجي بنين. بون من تحت حتى يولينا هذيك لاكولور. الوغ نتمنى تعجبكم لا ريسيت وتجربوها ان شاء الله. وعلى بروشان، سلامه.